طبعا كان كل الكلام ان في خلاف دايما بين كروش والحضر. الكلام ده اتقال قبل كده اكتر من مره. اتقال مره ان الحضر مثلا عايز يعمل تصريحات في وسائل الاعلام وكروش منعه ورفض هذا الكلام، لدرجه انه اشتكى لاحمد مجاهد وقال له يعني عرفه بس الحضر مين، لان الاعلام بيجيني ووسائل الاعلام طول الوقت بتجيني والصحفيين وكل الكلام ده، وكروش رافض تماما. بعد حتى الازمه بتاعه الحضر في مباراه الاردن مع الجهاز الفني المنتخب الاردن والحكم طرده، فتقال برده ان كروش اتضايق جدا وتنرفز على حضر جدا. حب كروش يذيب ويشيل ويقفل الباب ده قدام كل وسائل الاعلام. النهارده الربع ساعه اللي سمح فيها لوسائل الاعلام تدخل تصور تدريب المنتخب جاب الحضري ورهنه ولعبوا ضربات جزاء. الحضري يقف، خد بالك كروش ده كان حارس مرمى اساسا يعني زيه زي الحضري يعني. فالحضري طبعا كعادته خد الموضوع بجد جدا وكسب كروش 4-2 عشان يثبت. ودي الحقيقه لفته طيبه من المدير الفني انه يزيل بطريقه غير مباشره اي لغط ممكن يحصل في هذا الامر.